من قاعد انا وهالولدين وعندي مرتي بالبيت وامي بيركب الخامس وهي جارتنا بيركب الرابع. وقت اللي عم بصير شيء راسا عم ننزل على الحديقه نرجع وقت ما بخلص ساعتين ثلاثه بنرجع على البيت على هدو مثل ما قضينا. ما بطلع من بيتي ولو بدي اعفو اسمي ما بطلع. ليش؟ ما بطلع. عشت 45 سنه في كيف بدي اشتغل